بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب التعليم عن بعد جامعة الدمام كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في محاضرة جديدة مع مقرر القانون التجاري، ومحدثكم الدكتور محمد الشرقاوي. اليوم طبعا هنوالي عملية المراجعة الشاملة للمقرر، دي تعتبر المحاضرة الثانية في عملية المراجعة. هنتكلم النهاردة على الشركات، واللي هي النظرية العامة للشركات من حيث أنواعها والعقد وما يترتب على العقد من بطلان واكتساب الشركة للشخصية المعنوية وانقضاء الشركة وتصفيتها. سنتناول ذلك بالشرح والتفصيل مع تصور إمكانية طريقة السؤال هتكون إزاي وكيفية الإجابة عليه. هنتناول في هذا الجزء أنواع الشركات وتقسيمتها. طبعا الشركات بتنقسم إلى ثلاثة أنواع: شركات أشخاص وشركات أموال والشركات المختلطة. قلنا أن شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي وشخص الشريك فيها محل اعتبار. أما الشركات الأموال هي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي ولا أهمية لشخصية الشريك أو ما يطرأ عليه أو على أوضاعه أو حاله. المجموعة الثالثة وهي مجموعة الشركات المختلطة التي تجمع بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي. وزي ما احنا شايفين في الرسمة قدامنا كده، بنقول ان شركات الأشخاص بتنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول اللي هي شركات التضامن، والتاني توصية البسيطة، وشركات أو شركة المحصة. بعد كده عندنا شركات الأموال اللي هي لها صورة واحدة فقط أو نوع واحد، اللي هي الشركات المساهمة. والشركات المختلطة في منها نوعين، اللي هي التوصية بالأسهم والتوصية ذات المسؤولية المحدود. ده التقسيم العام والرئيسي في معظم تشريعات أو قوانين التجارة في العالم، إلا أن المشرع السعودي الحقيقة استحدث نوعين من الشركات، نوع اسمه الشركات ذات رأس المال المتغير والشركات التعاونية. طيب السؤال بقى هنا ممكن يجي لنا ازاي؟ هل ممكن يجي لنا سؤال؟ ايه المعلومة اللي احنا نركز عليها هنا علشان ممكن يجي لنا سؤال؟ هتلتقي الأستاذ ممكن يسألنا يقول لنا من شركات الأشخاص ألف شركات أو شركة التوصية البسيطة، ب الشركة المساهمة، ب الشركة أو شركة التوصية بالأسهم. يبقى أنت عارف المفروض تطلع من الشريحة دي أو من الجزئية دي، أنت عارف الشركات وتقسيمتها الثلاثة وكل تقسيم الأنواع التابعة له. يبقى احنا عرفنا شركات الأشخاص في ثلاث أنواع: شركات الأموال نوع واحد، شركات المختلطة نوعين اللي هي التوصية بالأسهم والتوصية ذات المسؤولية المحدود. وانت بتسمع الشرح وانت بتذاكر تخلي بالك ايه الفرق بين التوصية البسيطة اللي بتقع في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم اللي هي التابعة للشركات المختلطة. تبقى أنت عارف كده كويس ممكن يجي لك نوع من أنواع الشركات مع إضافة أنواع أخرى من تقسيمات أخرى، فأنت تختار الاختيار الصحيح. وزي ما قلنا أن المشرع السعودي أضاف شكلين للشركات لا تعرفهم التشريعات العربية، هما الشركات ذات رأس المال المتغير والشركات التعاونية، وهي لا تخرج عن التقسيمات المذكورة الثلاثة اللي احنا قلناها، ولكن الفكرة ايه؟ انها بتنتمي الى تلك الانواع، ولكن اذا كان رأس مالها قابل للتغير بتأخذ هذه الصفة ونسميها الشركات ذات رأس المال المتغير، او ان الشركة دي بتعمل بطريقة تعاونية لخدمة اعضائها، والخدمة دي لها صورتين، اللي هي تمن التكلفة بيبقى اقل او مخفض، وان هي بتؤدي الى شركائها او الشركاء التابعين لها اللي هي الشركات التعاونية صنف جيد او اكثر جودة. ولكن في الحقيقة هم من انواع الشركات الثلاثة او المجموعات الثلاثة اللي احنا اشرنا عليها. ولذلك السؤال ممكن يجيني هنا ازاي؟ لو انت رجحت النص المادة 184 بيقول لا يزيد رأس المال الشركة عند التأسيس، ده بالنسبة للشركات ذات رأس المال المتغير، لا يزيد عن 50,000 ريال، ولا يجوز أن يزاد هذا المبلغ بعد ذلك إلا بقرار من الشركاء ويزداد من سنة إلى أخرى بشرط ألا تتجاوز الزيادة أو كل زيادة
المبلغ المذكور. يعني الشركة دي بتبدأ بما لا يزيد عن 50,000 ريال، ولما نحب الشركاء يزودوا بنفس القيمة اللي أسسوا بيها إذا كانت 50,000 ريال أو أقل. السؤال ممكن يجيني هنا بقى إن أنا إيه، ويجوز زيادة رأس مال الشركة بشرط ألا تتجاوز كل زيادة ضعف المبلغ، ضعفه يعني قده مرتين، لا يبقى العبارة هنا خاطئة. وكذلك الشركات التعاونية يجوز أن تؤسس شركة مساهمة، أهي من أنواع الشركات الأموال، أو شركات ذات المسؤولية المحدودة، دي من أنواع الشركات المختلطة، فهي لا تعتبر تقسيم جديد، ولكن إذا عملت بطريقة تعاونية وقدمت السلع بشكل مخفض لأعضائها أو الخدمة محسنة أو أكثر جودة، فهي الفكرة كلها إن الشركة بتعمل بطريقة تعاونية، وهذا لا يعتبر في الحقيقة تقسيما جديدا للشركات، ولكن بالنظر إلى مقدار رأس المال وطبيعة عمل الشركة التعاونية نقدر نعتبرهم نوعين إضافيين أضافهم المشرع السعودي. هننتقل بقى للمجموعة الأولى من شركات الأشخاص ونشرحها، ونخلي بالنا أهم حاجة في اللي احنا هنقوله في محاضرة المراجعة إيه؟ إن أنا هعرف مسؤولية كل شريك في الشركة وحدودها وتأثيرات أي تغيرات تحصل على موقف الشريك. نشوف كده مع بعض النوع الأول من شركات الأشخاص اللي هو شركات التضامن. وشركات التضامن هي أهم أنواع شركات الأشخاص، ونظرا لأن شخص الشريك فيها محل اعتبار فإنه يكون مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة. يعني ايه مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية؟ يعني لو الشركة فيها 5 شركاء متضامنون، كل واحد فيهم بمفرده مسؤول عن كل ديون الشركة، ادي معنى مسؤولية شخصية. وتضامنية اي مسؤول مع غيره من الشركاء عن ديون الشركة. طيب حدود المسؤولية دي ايه؟ تتجاوز هذه المسؤولية انها تشمل حصته في الشركة وتتجاوزها الى امواله الخاصة، سواء امواله الخاصة اللي هي خارج الشركة مدنية كانت أم تجارية، يعني هو أمواله المدنية برة تدخل في الضمان العام لدائن الشركة، ولو له تجارة برة بعيدا عن الشركة أيضا تدخل في الضمان العام لدائن الشركة. وطبعا بالطبيعي أن الشركات التضامن دي بيكون عدد الشركاء فيها قليل، وأن الشركاء في هذه الشركة دايما عددهم نظرا لقلته، لأن هم بتربطهم مع بعضهم صداقة، قرابة، معرفة، زمالة، عشان كده المشرع بيتحوط ويلقي عليهم بمزيد من المسؤولية، زي ما انت سمعت كده ان مسؤوليتهم شخصية وتضامنية وتتجاوز مقدار حصتهم في الشركة الى اموالهم الخاصة. والشريك في شركة التضامن علشان اخضعه للاجراءات القاسية المذكورة في القانون التجاري، قال لك انه يكتسب صفة التاجر. يبقى الشريك الوحيد الذي يكتسب صفة التاجر هو الشريك المتضامن في شركة التضامن او في اي شركة اخرى على نحو ما سنرى. تبقى انت ساعة ما تسمع كلمة متضامن تبقى عارف ان هذا الشريك مسؤوليته شخصية وتضامنية وتتجاوز مقدار حصته في الشركة ويكتسب صفة التاجر حتى لو لم يكن تاجرا قبل الشركة. وطبيعي يلزم ان هو يبلغ الاهلية القانونية اللازمة اللي هي 18 سنة هجرية، وعشان بيكتسب صفة التاجر لازم يقيد اسمه في السجل التجاري. طيب اذا تم شهر افلاس الشركة لازم اشهر افلاسه اولا، ارجع عليه الاول وعلى امواله الخاصة. طيب اذا تم شهر افلاس الشريك برا بعيدا عن الشركة، ده لا يؤثر على افلاس الشركة، لا تفلس الشركة، بل يترتب عليه حل الشركة. ونخلي بالنا بقى ممكن يجي لنا السؤال هنا ازاي، ان مسؤولية الشريك المتضامن هي مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وتتجاوز مقدار حصته الى امواله الخاصة ويكتسب صفة التاجر ويقيد في السجل التجاري، صح. واذا تم شهر افلاس الشركة يجب افلاسه اشهار افلاسه اولا، صح. وافلاسه او افلاس الشركة ليستوجب افلاس الشريك، صح. ولا يؤثر على الشركة، لا يؤثر عليها بالحل. يبقى نخلي بالنا العبارات ممكن تيجي بذات المعنى. صحيح ان افلاس الشريك برا الشركة لا يؤثر على لا يسبب افلاس الشركة، بل يؤثر عليها بالحل.
فممكن العبارة تجينا كده صغيرة تقول إيه؟ إن شهر إفلاس الشريك المتضامن لا يترتب عليه إفلاس الشركة، صح، ولا يؤثر على الشركة مطلقا. لا، تبقى العبارة غلط، ده هو بيأثر عليها بالحل وليس بالإفلاس. نخلي بالنا من النقاط دي لأن وارد إن هي تجينا في سؤال. وعلشان شخص الشريك محل اعتبار ويكونوا معروفين للغير، أوجب القانون أن يكون للشركة عنوان أو اسم اللي هو اسمها، ويتضمن هذا العنوان أو الاسم اسم شريك أو أكثر من شركاء المتضامنين، بهدف إعلام الغير، ويكون مقرونا يعني موجود جنب الاسم ده حاجة بتقول إنها شركة. فبيقول يجب أن يكون للشركة عنوان أو اسم يتضمن اسم شريك أو أكثر بهدف إعلام الغير، ويكون مقرون يعني الاسم ده جنبه كلمة تنبئ أو تنبئ أو تعرف الغير أنها شركة. زي ما نقول الغندي وشركاه لكذا، للمقاولات، للأساس، زي ما أنت عايز. يبقى الغندي أدي اسم أحد الشركاء، أدي اسمه شخص شريك، وشركاه يبقى ما يدل على أنها شركة. لكذا ممكن نشير إلى الغرض كمان جنب الاسم. وإذا اشتمل اسم شركة التضامن على شخص أجنبي عن الشركة، يعني ما هو الشريك، مع علمه بذلك يكون مسؤولا بالتضامن. من تعرفت وصمت. وفي شركة التضامن يجوز الإبقاء على اسم الشريك المتوفي أو المنسحب، ولا مسؤولية عليه ولا على الورثة. في الحالات دي بيكون الشركة خدت اسمها وخدت سمعتها في السوق لارتباطها باسم أحد الشركاء وتوفي. ممكن ان احنا الشركة تستمر او الشريك اللي توفى او اللي انسحب يظل اسمه في عنوان الشركة ولا مسؤولية عليه او على الورثة، بس هم طبعا بيشيروا هذا الكلام وبيعدلوا في عقد الشركة. طيب، حصص الشركاء بقى، الاصل ان الحصص غير قابلة للتداول الا بشروط زي حالة الوفاة او التنازل، وبيتم تعديل العقد. يبقى الأصل إن الحصص الخاصة بالشركاء المتضامنون غير قابلة للتداول. التداول يعني إيه؟ إن هو يتنازل عنها، ينقل ملكيتها لحد تاني إلا بشروط، كما هو في حالة الوفاة أو في حالة التنازل. وبناء على ذلك يتم تعديل العقد وشهر هذا التعديل بالطرق المعروفة. بعد كده هننتقل للنوع الثاني من شركات الأشخاص، وهو شركة التوصية البسيطة. وهي من شركات الأشخاص وفيها فريقين أو نوعين من الشركاء. شركاء متضامنون اللي هم تحدثنا عنهم منذ دقائق اللي انتهينا منهم حالا بنفس الكلام، ويخضعون لذات الأحكام الخاصة في شركة التضامن اللي احنا قلناها منذ قليل. وفي شركاء موصول، هو زي الشريك المتضامن له حصة زيه، ولكن لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته، ولا يكتسب صفة التاجر، ولا يظهر اسمه في عنوان الشركة. وإذا ذكر اسمه وهو يعلم يصبح متضامنا في مواجهة الغير، ولا يشارك في الإدارة، وبالتالي تكون حصته نقدية أو عينية، ولا يستطيع أن يقدم حصة عبارة عن عمل. يبقى الكلام بات واضحا بالنسبة لشركة التوصية البسيطة. فيها فريقين أو نوعين من الشركاء اللي هم المتضامنون، ودول عرفنا حدود مسؤوليتهم، والشركاء المصون اللي هو له حصة بالضبط مثل الشريك المتضامن، ولكن بيختلف عنه في ايه؟ ان مسؤوليته في حدود الحصة، ولا يكتسب صفة التاجر، واسمه ما يجيش في عنوان الشركة، واذا جه وهو يعلم هينقلب الى متضامن، ولا يشارك في الادارة. طب امال حصته بتبقى ايه؟ عبارة عن حصة نقدية او عينية، ولا يستطيع ان يقدم عمل. ليه؟ لانه مش من حقه يشارك في الادارة، فكيف يقدم حصة عمل؟ نخلي بالنا قوي قوي من هذه الفروق. ولما كانت شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص، فإن الأصل فيها أنه لا يجوز انتقال حصص الشريك متضامن كان أو موصي إلا إذا كان هناك اتفاق بين الشركاء وحالة الورثة بالاتفاق، أو إنها تنتقل إليهم ويصبحوا شركاء. وعشان كده بنقول إن في ناس ممنوعين من التجارة مثل الموظفين العموميون أو الحكوميون يلجؤون لمثل هذا النوع ويكون شريكا موصيا. ليه؟ لأنه هو لا يمارس أعمال الإدارة، ولا يكتسب صفة التاجر، وحدوده ومسؤوليته في حدود حصته. يبقى الشريك الموصي
ده بتتماشى وتتفق مع قوانين الوظيفة العامة، ان انت ممكن حضرتك تبقى موظف وفي نفس الوقت تبقى شريك موصي ولا يمثل سمة مخالفة عليك. يبقى السؤال ممكن يجي لنا: الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته، ولا يكتسب صفة التاجر، ولا يظهر اسمه في الشركة، ولا يشارك في الأعمال الإدارة، وممكن أن يقدم حصة نقدية أو عينية أو عمل. لا، يبقى في حصل هنا غلط في كلمة أن يقدم حصة عمل، إذا كان هو ممنوع من الإدارة. فخلي بالنا كويس جدا من السؤال ونقرأ. حط نفسك، قول أنا عايز أبقى أنا موظف، أنا عايز أبقى موظف، عايز أبقى شريك وأنا موظف، عايز أبقى شريك أو أرغب أن أكون شريكا دون مسؤولية علي. هقول لك يبقى أنا أخليني شريكا موصيا. لا أنا هكتسب صفة التاجر والمسؤولية في حدود الحصة، ولا هزود أعمال إدارة، أنا محدش ده أنا أكيد محدش هيعلم عني. حتى لو إن الشركة أفلست هتبقى في حدود الحصة اللي عندهم، مش هيجوا على أموالي الخاصة. وبالتالي انا هقدم حصة نقدية او عينية، ومش هقدم حصة عمل لانني لا اشارك في الادارة، لان ده بيتعارض مع قوانين الوظيفة العامة. دي كلام ممكن انت تفصله على نفسك او تفترض نفسك انك انت موظف وعايز تبقى شريك ولا يقع عليك مسؤولية. هتلاقي فهم المسألة في منتهى السهولة. طيب طبعا احنا عارفين ان شركات التوصية البسيطة من شركات الاشخاص، يبقى انت عارف في كل شركات الاشخاص ان حصة الشريك المتضامن او الموصي غير قابلة للتداول او الانتقال، الا اذا كان هناك اتفاق بين الورثة. ولو حصل نقل او تداول للحصة طبعا بيكتبوه في العقد وبيشهروه بالطرق المعروفة لشهر التصرفات القانونية. شركة المحصة دي من اسهل انواع الشركات ان احنا نعرفها ونتذكرها لو جالنا فيها سؤال. هي شركة مستترة ملهاش وجود ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، واثرها فقط على الشركاء ولا تمتد الى الغير. ويترتب على كده ايه؟ ان لا لها اسم ولا لها موطن ولا جنسية ولا كتف السجل التجاري ولا 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 اي شيء. طيب ملهاش شخصية ولا اي شيء، يبقى كمان ملهاش شهر افلاس. لا تخضع الشركة المحصة لنظام شهر الافلاس، ولكن يتم شهر إفلاس الشريك المحاص في شخصه بعيدا عن الشركة. ليه؟ لأن الشركة أصلا مستترة، لا لها ورق ولا لها دفاتر ولا لها موطن ولا لها جنسية ولا لا. ده شركة كده ناس قعدوا على كافيتيريا مع بعض ولما من كل واحد مبلغ، والرئيس بتاعهم الكبير المتزعم الموضوع اللي هو الشريك المحاص بيعتبر هو المسؤول. وتظل الشركة مستترة حتى يقوم الشركاء بعمل قانوني كتوقيع على تعهد. هنا بتتحول بقى الشركة بحالها كده إلى شريك، إلى شركة تضامن، وينطبق عليها أحكام شركة التضامن. يبقى خلي بالي، السؤال هنا ممكن يجيني إن شركات المحاصة هي شركات مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وتقتصر أثرها فقط على الشركاء وتخضع لشهر الإفلاس. لا، الذي يتم شهر إفلاسه هو الشريك المحاص كبيره. وطبعا احنا كنا يعني اشرنا لبعض الدلالات لبعض الحاجات. ساعات نقول شريك وساعات نقول مساهم وساعات نقول مخاص. الشريك ده طبعا بيبقى عادة في شركات الاشخاص، والمساهم اللي هو الشريك في الشركات المساهمة بقول عليه مساهم، والمخاص للدلالة على الشخص في اللي هو كبيرهم في شركة المحاص. انما كلهم من حيث اللغة والقانون هم شركاء. بعد كده هنتقل للنوع الثاني او المجموعة الثانية اللي هي مجموعة شركات الاموال. ايه حكاية مجموعة شركات الاموال؟ شركات الاموال دي بتقوم على الاعتبار المالي، وبالتالي كل ما سمعته عن الشركاء المتضامنون غير موجود فيها. بمعنى ايه؟ انه لا يكون لشخص الشريك فيها اي اعتبار او اثر، ولكن العبرة فقط بالسهم اللي هو بيشتريه في الشركة. وكذلك لا تتأثر الشركة مطلقا بما يطرأ على الشريك اذا توفى او تم شهر افلاسه او اهليته ناقصه او عنده عارض من عوارض الاهليه، ولا يكتسب صفه التاجر. عشان كده بنقول لو احنا جالنا سؤال يقول في الشركات المساهمه او الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي، وخلي بالك احنا قلنا الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي او شركات الاموال او الشركات المساهمه كلها كلمه ذات معنى واحد.
فبنقول ده يكون شخص الشريك محل اعتبار وبعدين ارجع لك ايه ويكتسب صفة التاجر. لا يبقى خطأ، تخلي بالك. وبعدين طب انا هفرق ازاي يا استاذ بين الشركات؟ هقول لك اعتبر ان انت عندك ابنك الطفل اشتريت له سهم، يجوز انك تشتري له سهم اهو ناقص الاهلي او عديم الاهلي، وبعدين هل هو هيكتسب صفة التاجر؟ هل هو هيبقى لو انت عندك تجارة بره وشاري سهم وافلاسك هيأثر على الشركة؟ افلاس الشركة هيأثر عليك؟ خلي بالك انت لا تملك سوى سهم ولا لك علاقة باي شيء، وبالتالي ما فيش، انت شخصك لا يهم شركة المساهم. ويطلق عليها الشركات المساهمة. وتقوم هذه الشركات على فكرة تجميع الاموال والمدخرات من خلال الطرح للاكتتاب العام، وعلشان تمول المشروعات الضخمة والكبيرة التي تعجز الشركات او الانواع الاخرى من الشركات على القيام بها. وخلي بالك بقى بيتم عملية المساهمة في هذه الشركات من خلال عملية الاكتتاب، والاكتتاب منه نوعين، الاكتتاب المفتوح اللي هو او الاكتتاب العام اللي ما بيقلش لا يقل، خلي بالك من كلمة لا يقل، في الاكتتاب المفتوح او العام في الشركات المساهمة وهي بتجمع رأس مالها لا يقل رأس مال الشركة عن 10 مليون ريال، وفي حالة الاكتتاب المغلق يجب ايضا ألا يقل عن 2 مليون ريال. والعبارة دي بالاحمر وبقول لك خلي بالك منها وركز عليه، وده نص عليه المادة 49 من قانون الشركات. الشركات المساهمة دي الشركات طبعا يقسم رأس مالها الى اسهم متساوية، يعني لو رأس مالها 10 مليون ريال وبتقسم لأسهم يبقى كل سهم قيمته 1000 ريال، هتلاقي كل الأسهم 1000 ريال، 2000 ريال يبقى هي عبارة عن رأس مالها بيقسم إلى أسهم أو حصص متساوية يطلق عليها سهم قابلة للتداول بالطرق التجارية. إيه بقى التداول بالطرق التجارية؟ والله لو كان بالاسم أو بلحامله بيتم بيعه أو تداوله في بورصة الأوراق المالية اللي احنا عارفينها، اللي هي البورصة اللي بيبيعوا فيها الأسهم والسندات وبينتقل، ولا الشركة بتشعر بيك ولا لها علاقة ان انت بعت السهم او ما بعتوش، لان احنا اصلا انت او انا او اي شخص كمساهم لا يؤثر على الشركة المساهمة باي حال من الاحوال. ويسمى الشريك في هذه الشركة مساهم، زي احنا ما قلنا منذ دقائق كلمة شريك تعني كلمة مساهم، ولكن لما بقول مساهم بدلل عليه على انه هو شريك في شركة مساهم. ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود السهم، لو الشركة أفلست السهم هيضاع عليه، وإفلاس الشركة لا يرتب إفلاس الشريك. خلي بالك بقى من الفروق، إفلاس الشركة المساهمة يعني أنا تاجر واشتريت سهم، والشركة المساهمة اللي أنا شاري منها السهم أفلست وأنا عندي تجارة بره، هل أفلس؟ بطريق لزوم العقل لا. إنما في شركات التضامن الوضع مختلف، لو شركة التضامن أفلست لازم الشريك المتضامن يفلس أولا. طيب، ولا يسأل حامل السهم أو المساهم عن ديون الشركة في أمواله الخاصة، طبيعي مش هيرجعوا على أموال الخاصة زي حالة الشريك المتضامن. بس خلي بالك بقى في حاجة مهمة قوي، إن عدد الشركاء فيها لا يقل عن 5. ويقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن 5. كاتب لك أنا برضو بعض الصياغات اللي ممكن تجينا في عبارة، وكل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة يقع باطلا. ننتقل إلى المجموعة الثالثة، احنا قلنا شركات أشخاص، شركات أموال، شركات مختلطة. نشوف كده موضوع الشركات المختلطة. شركات المختلطة في منها نوعين، التوصية بالأسهم. ما يلا نرجع كده لدقائق للخلف. احنا قلنا على التوصية البسيطة ايه؟ ان فيها نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون، وعرفنا حكاية الشريك المتضامن، والشركاء الموصون هو له حصة، ولكن الحصة بتاعته لا يكتسب بها صفة التاجر ولا يزاول اعمال التجارة ولا 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 ولا، والحصة بتاعته مقدمة زي حصة الشريك المتضامن.
ولكن الفرق بينه ان مسؤوليته في حدود الحصه ولا يكتسب صفه التاجر والكلام اللي احنا سمعناه. نخلي بالنا بقى الفرق بين التوصيه البسيطه اللي هي في شركات الاشخاص والتوصيه بالاسهم. وبعد كده هيبقى عندنا النوع الثاني اللي هو من الشركات المختلطه اللي هو ذات المسؤوليه المحدوده. وخلي بالنا قوي قوي ان القانون بيشترط فيها شرط الا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50، وما ينفعش فيها الاكتتاب العام، لا يبقى مغلق، وبكون المسؤوليه في حدود السهم. هنشوف كده مع بعض الشركات التوصيه بالاسهم. شركات التوصيه بالاسهم بتتكون من فريقين زي شركه التوصيه البسيطه بالظبط، تمام؟ فريق الاول متضامنون ويخضعون لذات الاحكام الخاصه بالشركاء المتضامنون في شركه التضامن. والشركه بالنسبه لهم التوصيه البسيطه بالنسبه للنوع ده داخلها كانها شركه تضامن او شركه اشخاص بالضبط. طيب الفريق الثاني بقى فريق موصي، وهو اشبه بالموصين هناك، بس الفرق بين الموصي هنا والموصي هنا ان الموصي في شركه التوصيه بالاسهم حصته تاخذ شكل اسهم فقط، بس هو ده الفرق. والشركة بالنسبة لهم تعتبر شركة أموال. عشان كده دي من الأنواع المختلطة، لأنها واخدة فريق متضامنون من الشركات الأشخاص، واخدة فريق مساهمون من الشركات المساهمة أو شركات الأموال. لا الصورة وضحت جدا كده. يبقى أنا عرفت إن شركة التوصية بالأسهم لما الأستاذ يجي يسألني يقول لي تتكون من فريقين، شركاء متضامنون والشركة بالنسبة لهم شركة أشخاص، صح، وفريق آخر موصول والشركة بالنسبة لهم شركة تعتبر شركة أموال، صح. نخلي بالنا قوي لأن العبارات هتجينا بالشكل ده إن لم يكن بالنص ده. هننتقل بعد ذلك للشركات ذات المسؤولية المحدودة اللي هو النوع الثاني من الشركات المختلطة، وتكون عدد الشركاء فيها عادة قليل بنص القانون، هو اللي قال ان هو لا يزيد عن 50 شريك. وتشبه شركات الاشخاص في حاجات وشركة الاموال في حاجات اخرى. نشوف بتتشابه مع شركة الاشخاص في ايه. خلي بالك دي من الانواع المختلطة، يعني واخدة من الاشخاص حاجات واخدة من الاموال او المساهمة حاجات. فبنقول بتتكون من عدد قليل من الشركاء لا يزيد عن 50، وبتشبه شركات الاشخاص في ان عدد الشركاء فيها قليل. زي ما قلنا شركات التضامن عددها فيها العدد فيها قليل، فهنا قله العدد. وبيحظر اللجوء للاكتتاب العام في الاسهم والسندات، برضه هناك في شركات الاشخاص ما فيش فيها لا اسهم ولا سندات، ده حصص. وكمان بتقيد انتقال الحصص زي شركات الاشخاص. خلاص فهمت يا استاذ، ما فيهاش غير كده، بس خلي بالك ما فيش فيها شركاء متضامنون. وتشبه شركات الاموال من حيث ايه بقى؟ ان مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بتكون بمقدار حصته. وبتتشابه مع شركات الاموال من حيث ادارتها والرقابة عليها. ويلاحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يطفيه الشركاء عليه. خلي بالنا بقى، يعني احنا لو أسسنا شركة زي شركة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبعدين لما رحنا نسجل أو نكتب كتبنا أنها شركة تضامن، هل الكلام ده يمشي؟ نخلي بالنا بقى. ويلاحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يطفيه عليه الشركاء على عقد الشركة. مش العبرة مش باللي بيكتبوه في العقد، ولكن العبرة بتوافر الشروط القانونية للشركة والذي تنصرف إليه إرادة الشركاء. يبقى أنا هنا مناش حر في تسمية الشركة، لا، ده الواقع وطريقة تركيبتها هو اللي بيحدد هذا النوع. وبناء عليه قد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن من حيث شروط العقد. يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروط العقد انها شركة توصية بسيطة. يبقى هنكيفها ازاي؟ لا، على انها شركة توصية بسيطة، لان العبرة بمعناها المتعاقدين وليس بالتسمية. ونخلي بالنا قلنا كمان ايه؟ لا يقل رأس مال هذه الشركة عن 500,000 ريال. وده كان حصل بناء على تعديل في القانون بتاع الشركة.
يبقى انا عندي كده ممكن اجمع بعض النقاط، اقول ان انا عندي شركات فيها شرط العدد زي الشركات المساهمه لا يقل عدد الشركاء فيها عن 5، والشركات ذات المسؤوليه المحدوده لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50، ورأس المال في الشركات ذات رأس المال المتغير لا يزيد عن 50,000 ريال، والشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يقل رأس مالها عن 500,000 ريال. في كده ممكن تعمل الملاحظات دي في ورقة لوحدها. بعد كده خلاص أنا عرفت الشركات وعرفت تقسيماتها وعرفت أنواعها وعرفت مسؤولية كل شريك فيها. ده بيبقى عبارة عن الجزء ده بيشمل عبارات واختيارات كتيرة في الاختبار. وأذكر مرة أخرى نخلي بالنا كويس جدا من تقسيمات الشركات ومسؤولية كل شريك في كل نوع من كل شركة من الشركات. بعد كده طبعا خلاص احنا هنعمل الشركة بقى وعرفنا أنواعها وهنختار النوع اللي احنا عايزينه وهنبدأ نأسس الشركة. فأول حاجة بنعملها بنعمل عقد الشركة. المادة 1 من قانون الشركات السعودي عرف الشركة وقال هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصين أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح من خلال تقديم حصة من رأس مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. يا أستاذ أنت دلوقتي قايل لنا أن عدد الشركاء في بعض الشركات لا يقل عن 5، وهنا التعريف بيقول العقد انها عقد يلتزم بمقتضاه شخصين او اكثر. خلي بالك ده التعريف العام، ده التعريف العام، انما لما بنيجي في التفصيلات القانونيه بيبقى في بعض الانواع عليها قيود، انما هو هنا بيعرف عقد الشركه بشكل عام فما فيش تعارض. يبقى العباره لو جت لي بالشكل ده ممكن طالب يقول لي اقول له الشركه هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصين او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف ربح بتقديم حصه من راس مال او عمل الاقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح او خساره. يقول لي لا خطأ. خطأ ليه؟ ويقول لك لا ده في شركات فيها 5. يا حبيبي لا مش كده، ما يبقاش كده الكلام. طب ما انا عندي بعض الشركات ما ينفعش الشريك فيها يقدم حصة عمل، انما ده هو التعريف العام لعقد الشركة. بعد كده هننتقل الى اركان عقد الشركة. الشركة كتصرف قانوني لازم يكون له أركانه اللازمة لكي يستقيم وينتج آثارا قانونية في الواقع العملي. فاحنا عندنا 3 مجموعات من الأركان، 3 مجموعات من الأركان. المجموعة الأولى بنسميها الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة، والأركان الموضوعية الخاصة المجموعة الثانية، والأركان الشكلية اللي هي المجموعة الثالثة. نشوف بقى ونخلي بالنا السؤال ممكن يجي لنا ازاي. مجموعة الأركان الموضوعية العامة هم 4، وقلنا ممكن نخليهم 3، نجمع المحل والسبب مع بعض. فبنقول الرضا، المحل، السبب، الأهلية. هو إيه الرضا؟ الرضا هو أن إرادة المتعاقدين تكون حرة خالية من أي عيب من العيوب اللي معروفة في الرضا واللي القانون دايما أو شراح القانون متفقين عليه. والمحل اللي هو عبارة عن الغرض من الشركة، والسبب هو بيختلط احيانا بالمحل اللي هو السبب ان هو ان احنا بنقتسم الارباح والخسائر نتيجة تضافر الجهود، والاهلية اللازمة اللي احنا عرفناها طبعا وكررناها في مواضع عديدة اللي هي 18 سنة هجرية، وتكون لا مش 18 سنة كمان فقط، لا وخالية من عوارض الأهلية الجنون والسفه والعتى والغفل. وكتير من شراح القانون بيعتبروا المحل والسبب شيء واحد، اعتبرهم شيء واحد أو لا تعتبر. يبقى احنا نقول الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة الرضا والمحل والسبب والأهلية. نشوف الرضا. الرضا الخالي من العيوب. يعني ايه الرضا؟ وهو التعبير عن إرادة المتعاقدين بشكل فيه إيجاب وقبول. ويكون الرضا منعدما إذا لم يتفق الشركاء على تقدير الحصص أو محل الشركة. حالات من حالات انعدام الرضا. طيب يبقى الرضا هو عبارة عن إيجاب وقبول. بالظبط زي ايه؟ خلي بالك الرضا ده في كل التصرفات القانونية مش في الشركة بس، في البيع والشراء والزواج. لازم أكون أنا إرادتي متجهة لإبرام هذا العقد وإرادة حرة واعية وكاملة
اعرض عليك شيء معين وانت تقبل، اللي هو الايجاب والقبول. وكمان عندنا بقى الرضا احيانا بيتصل به مجموعة من العيوب. ايه العيوب التي تلحق بالرضا؟ ان الغلط والتدليس والاكراه. ونخلي بقى الغلط بيعمل ايه؟ الغلط احيانا بيكون محله في شخص الشريك، واذا وجد الغلط فالرضا موجود ولكن حصل غلط، فهنا بيجيز ابطال عقد الشركة اذا كان الغلط جوهريا، كما في حالة شخص الشريك في شركات الاشخاص، او الغلط في نوع الشركة. اما اذا اراد الشخص في الانضمام الى شركة ذات مسؤولية محدودة، واذا بقى شركة تضامن، فده ايضا بيعتبر غلط جوهري. كذلك التدليس. التدليس معناه ايه؟ احيانا، وده بيكون موجود كتير في مرحلة التأسيس، المؤسسين يدفعوا غيرهم بطرق احتيالية ويقولوا له كلام وبعض الاشياء على اساس ان هو يدفعه الى التعاقد. وبالتالي هنا بنفرق اذا كان التدليس وقع من الشركاء مجتمعين او من نائبهم او من احدهم او من خارج الشركة. وده طبعا اذا كان من شريك واحد او من خارج الشركة فلا يبطل العقد وانجاز الرجوع بالتعويض. كذلك الاكراه. طبعا الاكراه نادر الوقوع في عقد الشركة اذا ما قورن بعملية التدليس، لان ما حدش هيجبرك انك تكون شريك في شركة، لان ده عمل مستمر. فما ينفعش اذا كان الاكراه سيلازم لحظة توقيع العقد فلن يستمر عملا او واقعا في حالة استمرار الشركة. الاركان الموضوعية العامة تابعها ايضا المحل، وهو الغرض من الشركة او النشاط الاقتصادي، والسبب هو رغبة الشركاء في تحقيق ربح. ونخلي بالنا لابد وان يكون المحل والسبب ممكنا ومشروعا. ونخلي بالنا لان الكلام ده مهم جدا، بحيث ان احنا لو شفنا ان في شركة محلها الاتجار في الخمور او في لحم الخنزير، هنقول ان ده هيكون المحل غير مشروع، وكمان يكون ممكن، يعني ايه، ما يكونش مستحيل، ما يكونش النشاط رغم ان هو مشروع ولكن عليه قيود، زي بعض الشركات ممنوع عليها تزاول اعمال الصرافة والبنوك والادخار، زي الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وبعد كده عندنا الاهلية. طبعا يجب ان يتوافر اثناء التوقيع على عقد الشركة الاهلية اللازمة للعقود لأي عقد، اللي هي 18 سنة. ونخلي بالنا بقى من الاركان الموضوعية العامة نبقى عارفينهم، لان انا ممكن اجيب السؤال واقول لك من الاركان الموضوعية العامة واجيب لك الرضا، وبعد كده اجيب لك جزء من الاركان الموضوعية الخاصة اللي احنا هنشوفها دلوقتي، او جزء من الاركان الشكلية. هتلتقي نفسك تبقى عارف، زي ما عرفنا تقسيمات الشركات وتصنيفاتها وتقسيماتها، وكل نوع، يعني قلنا شركات الاشخاص ثلاث، شركات الاموال شركة واحدة اللي هي المسام، شركات المختلطة، شركات التوصية بالاسهم او ذات المسؤولية المحدودة. تبقى عارف التقسيم. كذلك برضو في الاركان تبقى عارف تقسيمة الاركان. فاحنا عرفنا الاركان الموضوعية العامة، الرضا والمحل والسبب والاهلية. هنشوف بقى الاركان الموضوعية الخاصة. الاركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة اللي هي نية الاشتراك والتعدد وتقديم الحصص واقتسام الارباح والخسائر. يعني ايه الاركان الموضوعية الخاصة؟ هتلاقي ان الاركان دي مش موجودة الا في عقد الشركة، انما الاركان الموضوعية العامة بتوجد في كل انواع العقود، عشان كده بنسميها الاركان الموضوعية الخاصة، خاصة بعقد الشركة يعني. فعشان كده بنقول نية الاشتراك، تعدد الشركاء، تقديم الحصص، اقتسام الارباح والخسائر. طب في عقد تاني في الحاجات دي؟ عشان كده بنسميه الاركان الموضوعية الخاصة بعقد او لعقد الشركة. هنشوف بقى نية الاشتراك الركن الاول، وهي رغبة والعزم على الاشتراك والتعاون من خلال انشاء شركة، وبنتحمل ما ينشأ عن ذلك من ربح او خسارة. ده مفيش فيه كلام اكتر من كده، ولا مطلوب منك تعرف اكتر من كده. كذلك تعدد الشركاء. طب ما هو طبيعي لازم يكون هناك تعدد، وهو امر بتتطلبه وتقتضيه فكرة او فكرة التعاقدية. ويعني اشتراك شخصين او اكثر، والتعدد لازم لتصور فكرة الاشتراك او الشركة. الركن الثالث من الاركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة اللي هي تقديم الحصص، بحيث يلتزم كل شريك بان يقدم حصة، والحصة دي التي تبرر حقيته في ان هو يتلقى الارباح، وكمان نلقي عليه بتبعية الخسارة.
وقد تكون الحصة نقدية أو عينية أو عمل، دي أشكال الحصص الثلاثة. وبعدين عارفين إن الحصة النقدية بتبقى عبارة عن مبلغ من المال بيدفعها الشريك في موعد متفق عليه، وممكن تكون تتم بشكل دفعات أو أقساط، وبعد كده بيتفق على سداد الأقساط الثانية في مواعيد محددة، وإذا تأخر ممكن الشركة تقاضيه وترجع عليه بالتعويض إذا كان حدث لها ضرر نتيجة هذا التأخير. ونخلي بالنا بقى في الشركات المساهمة الحصص لها كده شكل معين، لأن القانون أوجب لما تيجي تقدم الحصة في الشركات المساهمة اللي هو السهم يعني عبارة بتكتتب فيه المهم المقدمة اللي انت بتقدمها او الجزء المقدم من قيمة السهم لا يقل عن ربع القيمة الاسمية اللي مكتوبة عليه، وتودع باسم الشركة في بنك تحت التأسيس باسم الشركة تحت التأسيس علشان المؤسسين ما يتحصلوش عليها، وبعد ما تتأسس الشركة وتشكل مجلس الإدارة الجديد هو الذي يتسلم هذه المبالغ ويبدأ يباشر نشاط الشركة وليس المؤسسون. بعد كده في الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلي بالنا بقى النوع الوحيد اللي لا يمكن تؤسس الشركة إلا بعد الوفاء بكامل الحصص هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة. إيش قانون قال كده؟ ولا تؤسس الشركة إلا إذا تم الوفاء بكامل الحصة النقدية والعينية. لماذا؟ طبعا حماية الغير، ما أنا ممكن أؤسس الشركة وندفع ربع الحصص وبعدين ناخد اموال ونقول لهم احنا مسؤوليتنا في حدود الحصة زي احنا ما فهمنا وروحوا رجعوا على الشركة وخدوا فلوسكم. نخلي بالنا عشان كده انا كاتب لك لماذا. يبقى احنا لما تعلمنا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة قلنا ان مسؤولية كل شريك فين؟ في حدود الحصة. طيب لو انا سمحت ان هم يأسسوا بربع الحصة فقط مش كاملة زي القانون ما بيشترط، يبقى هو ممكن نعمل بربع الحصة وبعدين ناخد فلوس من الناس ونبقى مدينين لهم والبنوك وبعدين نعلن افلاس الشركة. تعالى خد ده في مسؤولية الحصة ما تقدرش ترجع على أموال الخاصة لأن هو نظام الشركة دي كده. من أجل ذلك القانون هنا بيشترط إن الشركات ذات المسؤولية المحدودة لابد وأن توفى كامل الحصص وذلك حماية للغير. بعد كده نتكلم عن الحصص العينية وهو مال آخر غير النقود، قد يكون عقار، قد يكون منقول، قد يكون بضاعة، قد يكون دينا لدى الغير، وتبرأ ولا تبرأ ذمة الشركة إلا الشريك إلا بعد تحصيل الحصة إذا كانت مقدمة في شكل دين له لدى الغير. وتنتقل الحصة إلى الشركة على سبيل التمليك وتدخل في الضمان العام لدائن الشركة ويجوز الحجز عليها ويكون مركز الشريك فيها كمركز البائع، يعني من كده تنتقل كما لو أنه عمل معها عقد بيع. وقد تقدم على سبيل الانتفاع زي فكرة عقد الإيجار. بعد كده نتابع أيضا الأركان الموضوعية الخاصة اللي هو الركن الثالث اللي هو تقديم الحصص، الصورة الثالثة من الحصص اللي هي حصة العمل. فقد تكون حصة العمل أو الحصة التي يقدمها الشريك ذات طبيعة فنية، يعني هو بيقدم عمل بطريقة فنية، أو تجارية، رجل شاطر ناجح، أو إدارية بما يعود بالنفع، سبب نفع مادي للشركة في صورة ربح زي المهندس وزي المحاسب وزي المدير، ولا يجوز أن تكون الحصة مجرد نفوذ سياسي أو اجتماعي أو سمعة مالية. يبقى لو جاني سؤال في الاختبار، السؤال الأستاذ بيسألني وبيقول لي يجوز للشريك أن يقدم حصة عمل نظرا لسمعته المالية أو مكانته الاجتماعية؟ لا، يبقى هنا في مشكلة وتبقى العبارة خطأ. طيب حصة العمل خلي بالك لها ظروف معينة، إنها ما بتدخلش في رأس مال الشركة في شركات الأموال ولا تدخل في الضمان العام لدائن الشركة. أما في شركات التضامن القانون لا يمنع ولا نص. ليه؟ لأن كل شريك هناك مسؤول في حدود حصته اللي هم الشركاء الباقين المتضامنين. أما اللي هيقدم حصة عمل فبيبقى مسؤول برضو، لو بقى شريك متضامن هيبقى مسؤول مسؤولية في حدود الحصة وأمواله اللي بره، خليه يخش بيها ويأيدوها ويتفقوا عليها، مفيش مشكلة في شركة التضامن. إنما في الشركات المساهمة لا، مفيش، مينفعش إن هو يقدم حصة عبارة عن عمل. ولا يجوز أن تكون كل الحصص في الشركة عبارة عن عمل. صحيح كلام منطقي، لما كلنا نقدم حصة عبارة عن عمل، طب وبعدين كلنا هنشتغل فين وعند مين وهنجيب أساس منين وبضاعة منين ونشتري منين ونبيع فين؟ حصة العمل لا تدخل في الضمان العام لدائن الشركة لعدم إمكانية الحجز عليه،
طبعا لما مأمور التفلسه بيجي بيحجز على البضاعه والمنقولات ومباني الشركه ومعداتها والاتها. طب والشركه اللي بيقدم حصه عمل هيحجز على العمل بتاعه ازاي؟ فطبعا الاعتبارات عمليه. لا يجوز ان تدخل حصه العمل في الضمان العام لدائن الشركه لعدم امكانيه توقيع الحجز عليه. ولا يجوز لمن يقدم حصه عمل ان خلي بالك بقى القيد اللي على الشريك ده، ان هو يقدم ذات العمل لحسابه الخاص او لحساب الغير. طبعا وكل كسب يتحقق من هذه الحصه، حصه العمل، يكون من حق الشركه وليس من حق الشريك الذي يقدم حصه العمل. الركن الرابع من الاركان الموضوعيه الخاصه بعقد الشركه اقتسام الارباح والخسائر. طبعا اقتسام الارباح والخسائر نخلي بالنا منه، ان هو احنا بنتكلم وبنقول ان في عقد للشركه بينص على نسبه توزيع الارباح والخسائر. طب اذا لم ينص يبقى بنوزع بمقدار الحصص. طب اذا ذكرنا نسبه الربح بس تبقى الخساره مثلها. طب اذا ذكرنا نسبه تحمل الخسائر يكون الربح مثله. وعدم ذكر او النص في العقد على اقتسام الارباح والخسائر بالتالي لا يؤثر على عقد الشركة ولا على الشركة ولا على سلامة الشركة ولا يثير اي نوع من البطلان. خلي بالنا من الملاحظة المهمة ديت. بس نخلي بالنا بقى لما نيجي نوزع الارباح والخسائر لا يجوز ان احنا نوزع ارباح وهمية. يعني ارباح وهمية شركة لم تحقق ارباح، وبالتالي لما اجري توزيعات يبقى احنا رأس المال بيتآكل اللي بيمثل الضمان العام لدائني الشركة، وهذا غير جائز طبعا. ويكون توزيع الأرباح بالأرباح الصافية وليس الإجمالية في نهاية السنة المحاسبية. وإذا كان تم صرف أرباح حقيقية لا يجوز استردادها حتى لو إن الشركة حققت خسارة في سنوات أو في مراحل أو في فترات محاسبية أخرى سابقة. وفي حالة الخسارة طبعا ما بيتمش توزيع الخسارة زي الربح، لا، اللي هي بتبقى فترة بعد فترة بتتراكم. إذا الشركة قامت وعوضت مفيش مشكلة، إذا تسببت في إنهاء الشركة هياخدوا حصصهم منقوصة بمقدار الخسائر، وبالتالي الخسائر استبعد منها فكرة التوزيع زي فكرة توزيع الأرباح في الشركة. ونخلي بالنا بقى في حاجة كده خاصة بشرط توزيع أو ركن توزيع الأرباح والخسائر اللي هو شرط الاسد. يعني ايه شرط الاسد؟ شرط الاسد مفاده لما نعفي احد الشركاء من الخساره او ان هو يستاثر بالربح. صحيح، التسميه صحيحه. طيب تاثير الشرط ده ايه؟ كتير بعض التشريعات بتقول لك يبطل الشركه ويبطل العقد. لا، احنا عندنا في نظام الشركات السعودي بيقول ان العقد هنا يظل صحيح والشركه صحيحه ويبطل الشرط. بعد كده مجموعة الأركان الشكلية لعقد الشركة اللي هي الكتابة والشهر. طبعا الكتابة المفروض ان عقد الشركة يكون مكتوب، واشترط قانون التجارة السعودي في المادة 10 منه باستثناء شركة المحص، وقال لازم يثبت العقد بالكتابة. ومقصود هنا بالكتابة الكتابة الرسمية امام كاتب العدل في مواجهة الغير. خلي بالنا بقى الحتة دي ممكن يجي فيها سؤال، يقول لك اشترط يجب ان تستوفى جميع الاركان الموضوعيه العامه والموضوعيه الخاصه والشكليه في جميع انواع الشركات. يبقى لما اقول الاركان الموضوعيه العامه الرضا والمحل والسبب والاهليه، الاركان الموضوعيه الخاصه اللي هي نيه الاشتراك والتعدد وتقديم الحصص واقتسام الارباح والخسائر، والاركان الشكليه اللي هي الكتابه والشهر. لما اقول بقى العباره يجب أن تستوفى جميع الأركان الموضوعية العامة والخاصة والشكلية في جميع أنواع شركات الأشخاص مثلا، يبقى العبارة خطأ. ليه خطأ يا أستاذ؟ لأن إحنا عندنا نوع أهوت اللي هو شركات المحاصة. عشان كده بنقول إيه بقى؟ اشترط نظام الشركات كتابة عقد الشركة في نص المادة 10 باستثناء شركة المحاصة. ده هي موجودة غصب عن القانون، ده إحنا بنعترف بها حماية للغير. ولا بتتكتب ولا بتتشهر ولا سجل ولا عنوان ولا اسم. خلي بالك من الجزئية ديت، تبقى انت واعي كده وعينك على كل انواع الشركات. مش كل الشركات فيها كتابة ولا شهر، ومنهم شركة المحصة لا تخضع لذلك. لا يجوز للشركاء اذا ما كتبوش عقد الشركة، لا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد
الذي لم يتم إثباته على النحو الوارد في المادة 10. ما أقدرش أنا لما يبقى عليه التزام أو عليه التزام لواحد لما يجينا أقول له لا أنا ما كتبتش، إنما هو يقدر يحتج عليك. ويسأل مدير الشركات وأعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الناشئ عن عدم كتابة العقد، لأن ده واجبهم. ولا تجوز الكتابة العرفية. يعني إيه الكتابة العرفية؟ يعني كتبنا عقد الشركة ولم نذهب إلى كاتب العدل، ولا بد من الكتابة الرسمية لدى كاتب العدل. ومعظم القوانين بتعتبر الكتابة شرط صحة وليس شرط إثبات، إنما خلينا إحنا في القانون السعودي. أما في المملكة فقد رتب القانون على عدم كتابة العقد جزاء من طبيعة خاصة بالنسبة للشركاء وبالنسبة للغير. فبالنسبة للشركاء بيقول لك عدم جواز التمسك شريك في مواجهة الشركاء بعدم كتابة العقد للتخلص من الالتزام، حر لأنك أنت اللي ما كتبتوش. ولا يجوز للشركاء التمسك بعدم الكتابة في مواجهة الغير. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا الغير بيحتج علي عايز مني حاجة أقول له لا أنا مش كاتب العقد، لا ما ينفعش، لأن ده أنت مقصر في عقد الشركة. فخلي بالك من الحاجات دي. بعد كده الركن، الجزء الأخير من الركن الشكلي أو الأركان الشكلية اللي هو شهر العقد. وإحنا طبعا عارفين الإشهار في الصحيفة أو في الوسيلة اللي القانون تطلبها، بيقول تكتب أو تكتسب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، غير أنه لا يحتج على الغير بوجودها إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر. ولا يقتصر الشهر فقط على عقد الشركة، لا ده كل تعديل يطرأ عليه وكل إضافة وكل شيء يطرأ على العقد لازم يخضع لذات إجراءات الشهر. وبنقول لا يقتصر الشهر في عقد الشركة على عقد الشركة عند التأسيس، بل يجب أيضا شهر كل ما يطرأ عليه من تعديلات بعد ذلك لإمكان الاحتجاج بها على الغير. والحكمة من الإشهار أو شهر عقد الشركة هو إعلام الغير. لماذا؟ علشان يكون على بينة من أمره وهو بيتعامل مع هذه الشركة. مثال، أنا بتعامل مع شركة تضامن أبقى عارف مسؤولية الشركاء فيه، أنا بتعامل مع شركة مساهمة أبقى أنا عارف حدود المسؤولية بتاعتهم لو حصل إفلاس للشركة. عشان كده بنقول إن الإشهار هنا بيحقق مصلحة للغير وهي إعلامه، علشان لما يجي يتعامل مع شركة ويورد لها أشياء أو يكون عليه التزام أو له التزام عندها يبقى عارف حدود وطبيعة مسؤولية كل شريك في هذه الشركة. وطبعا يستثنى من واجب الشهر أيضا شركات المحاص. يبقى احنا نخلي بالنا بقى نطلع بمحصلة كده من الكلام ده والاركان دي كلها، ان الاركان نبقى عارفين تفصيلاتها. ولما اقول من الاركان الموضوعية العامة اجيب لك واحدة من هنا وواحدة من الاركان الموضوعية الخاصة وواحدة من الاركان الشكلية، تبقى انت عارف تقسيماتها وانواعها. وتخلي بالك او في الجزئية دي الاستثناء الوارد على شركة المحاصة الاركان لا تنطبق عليها او معظم الاركان. ننتقل بعد ذلك الى البطلان. خلي بالنا كده بقى نتصور احنا عرفنا انواع الشركات وتقسيماتها، شفنا ايه النوع اللي احنا عايزين نعمله او نأسسه، وعرفنا الاركان هنعملها ازاي وتبقى مكتملة ازاي عشان الشركة تكون صحيحة وتنتج اثر. افترض بقى واحنا بنعمل الشركة وبنعمل العقد حصل خلل في الاركان، غاب ركن، اتصل عيب بالركن، فهنشوف هيحصل ايه للعقد ومتى يلحق البطلان بعقد الشركة. يعني احنا نقدر نقول كده ان فكرتنا مع الشركات فكرة تسلسلية منطقية على اساس ان يبقى الافكار فيها نوع من الترتيب. فبنقول خلاص احنا عرفنا اركان العقد، وهنشوف بقى هل الاركان لو حصل فيها خلل واحنا بنأسس الشركة او بنوقع العقد او بنمضي على العقد هنشوف ايه اللي ممكن يحصل. بطلان عقد الشركة واثاره كقاعدة عامة يترتب على تخلف او غياب ركن من الاركان الموضوعية العامة بطلان عقد الشركة. طيب وماذا يترتب على البطلان؟ والبطلان طبقا للقواعد العامة بيعمل ايه؟ المفروض ساعة ما بيحصل بطلان في التصرف ان هو بيعيد المتعاقدين او المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، ويرتد الاثر الراجعي للبطلان الى وقت التعاقد كأن لم يكن هناك عقد اصلا من الاساس او تصرف قانوني. بس نخلي بالنا ده بشكل عام،
بشكل عام وفي كل التصرفات القانونية. بس احنا عندنا حاجة كده خاصة بالشركات. ليه؟ لأن الشركات لها طبيعة خاصة العقد بتاعها، فإن البطلان لا يكون إلا بالنسبة للمستقبل دون الماضي. يعني إيه؟ يعني الشركة إذا كانت اشتغلت ورتبت أشياء يبقى إحنا ما نقدرش نتجاهلها، لأن إحنا علينا التزامات ولينا التزامات بره. يبقى إحنا نخلينا في الماضي نعالجه ونعمل حاجة اسمها الشركة الفعلية مؤقتا لغاية ما نصفي، وبعد كده إنما المستقبل الشركة انتهت نتيجة البطلان. دي برضو قاعدة عامة وهنشوفها لما نيجي عند موضوع الشركة الفعلية. كمان البطلان يرتبط بصفة أساسية بالأركان. خلي بالك بقى من 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 طريقة تناغم الألفاظ أو الساجع اللي في العبارة. البطلان مرتبط بالأركان، البطلان مرتبط بالأركان. وإن كان هناك بعض الأحكام الخاصة بالشركات من حيث عدد الشركاء ومقدار رأس المال، خلاص هنفتكر بقى الكلام اللي احنا قلناه في المراجعة من دقائق، إن بعض الشركات بيشترط فيها القانون عدد، وبعض الشركات بيفترض أو بيشترط فيها القانون مقدار من رأس المال، فبنقول البطلان مرتبط بالأركان. وإن كان هناك بعض الأحكام الخاصة بالشركات من حيث العدد ومقدار رأس المال، ده إذا ما خلفه أيضا بيرتب أثر كده شبيه بالبطلان. هنشوف كده مع بعض الكلام ده. أنا جبت لك بقى رسمة كده مكتملة مع بعضها علشان نقرب فكرة المراجعة والسؤال. السؤال هنا يبقى إزاي بقى؟ بمناسبة الرسمة دي هنقول من الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة الرضا، نية الاشتراك، تقديم الحصص، الكتابة. لا يبقى أنا عارف يا أستاذ، ده أنا هحفظهم. هقول الرضا والمحل والسبب والأهلية، دي أركان عامة. الأركان الخاصة بعقد حتى من مسمياتها معروفة أنها خاصة بالشركة، نية الاشتراك، التعدد، تقديم الحصص، اقتسام الأرباح والخسائر. طيب الأركان الشكلية حاجة متعلقة بالشكل، أكتب وأشهر. فخلي بالنا قوي قوي قوي. أنا يعني بقول لك أنت هيجي لك سؤال بهذه الطريقة. الأركان الموضوعية الخاصة أجيب لك نية الاشتراك، وبعدين أجيب لك من هنا وأجيب لك من هنا، يبقى أنت هتختار. ونخلي بالنا قوي قوي، مش يعني مش صعب إن إحنا نتذكره. عامة رضا، محل سبب أهلية، خاصة نية اشتراك، التعدد، تقديم الحصص، ونقسم الأرباح والخسائر. إحنا بنعمل شركة بننوي الاشتراك، إحنا مجموعة من الشركاء التعدد، بنقدم حصة، بنكتسب أرباح وخسائر. مش عايزة حفظ ولا عايزة أي حاجة، عشان كده بنقول إن هي خاصة بالشركة. وكمان الكتابة والشهر. طيب نشوف بقى إيه حكاية البطلان الذي قد يلحق بعقد الشركة. عايزين نقول إحنا يعني إحنا بنأسس الشركة والعقد بيحصل أحيانا بعض الأخطاء القانونية. الأخطاء بتتفاوت من حيث جسامتها وأثرها على العقد، وفي بيبقى بعض الأخطاء اللي بيبقى ممكن نعالجها أو نصحح. هنشوف البطلان في عقد الشركة ودرجاته والآثار المترتبة عليه. فبنقول ينقسم البطلان إلى نوعين، بطلان مطلق وبطلان نسبي. وانا عامل لك ده بالازرق وده بالاحمر عشان نتذكر مع بعض. ايه البطلان المطلق؟ البطلان المطلق يجوز لكل ذي مصلحه. خلي بالك، كل ذي مصلحه، كل واحد يقع عليه التزام في شركه فيها بطلان مطلق ان هو يتمسك بيه عشان يتخلص ويتحلل من التزامه، وتقضي به المحكمه من تلقاء نفسها. يعني لو في منازعه في المحكمه، احنا رايحين المحكمه علشان دين، وبعدين القاضي وهو بيبحث الورق وقلبه ويقلب في الأوراق التقى فيه بطلان مطلق من هذا النوع، يبطل الشركة من تلقاء نفسه غير احنا ما نطلب، ولا تصححه الإجازة اللاحقة. يعني لا تصححه الإجازة اللاحقة، ما نقدرش نقول للقاضي ادينا مهلة عشان نعدل. وتعتبر الشركة باطلة بطلانا مطلق لانعدام رضا أحد الشركاء أو انعدام أهليته وقت العقد. دي حالة من حالاته وهنتكلم فيها بالتفصيل قدام، وهفسرها لك تفصيل جيد. وتعتبر الشركة باطلة أيضا بطلانا مطلقا إذا تخلفت بعض الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة. اللي هي زي إيه بقى الأركان الموضوعية الخاصة؟ اللي هي نية الاشتراك والتعدد وتقديم الحصص. طب والشرط الرابع يا أستاذ؟ عدا اقتسام الأرباح والخسائر وشرط الأسد اللي هو موجود داخل هذا الركن، فتظل الشركة صحيحة. وتعتبر الشركة أيضا باطلة بطلانا مطلقا إذا كان محلها وسببها، ده في الأركان الموضوعية العامة، غير مشروع. الشركة بتتاجر في مخدرات، بتتاجر في خمور،
وتعتبر باطلة بطلانا مطلقا. ويعد برضو الحكم بالبطلان لا محل لمطالبة الشركاء بتقديم الحصص، خلاص الشركة ده احنا هنقفل اذا كان عندك متبقي حصص مش عايزينها، ورد ما قد يكون قدموه من حصص. واذا حققت الشركة ارباح ولم يتم توزيعها فيتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وليس طبقا للعقد الباطل. ويجوز التمسك بالبطلان المطلق لكل ذي مصلحة، بس نخلي بالنا بقى في هنا استثناء، لا يجوز التمسك بالبطلان المطلق في مواجهة الغير حسن النية. يلا كده كنا ادينا مثال واحنا بنشرح وقلنا في شركة بتبيع مخدرات، اللي باع لها واللي اشترى منها واللي بيورد لها والشركاء كلهم دول سيء النية، وكل واحد فيهم يتمسك بالبطلان في مواجهته والغير يتمسك في مواجهتهم ليتحلل من التزامه. انما لو انا تاجر سيارات وجاتني شركة بيقول لي شركة فلان للتجارة وانا ما اعرفش انها بتتاجر في مخدرات، واديتها سيارة، بعت لها سيارة باسم الشركة ولا اعلم، فانا حسن النية وبالتالي لا يجوز انهم يتمسكوا ببطلان الشركة في مواجهتي انا بائع السيارة لهم ليتحللوا من سداد متبقي ثمن السيارة التي اشترتها الشركة مني. ده معنى لا يجوز التمسك بالبطلان المطلق في مواجهة الغير حسن النية. نخلي بقى بالنا بالبطلان النسبي. احنا قلنا في البطلان المطلق يجوز لكل ذي مصلحة، لا ده هو هنا شرع لناس معينة مخصوص لناس معينين. من هم هؤلاء الناس المعينين؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. لا يجوز التمسك به الا لمن شرع لمصلحته، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، خلي بالك الفرق بينه وبين المطلق، وتصححه الإجازة اللاحقة صريحة كانت أو ضمنية. وتعتبر الشركة باطلة بطلانا نسبيا إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية أو حصل في الرضا بتاعه عيب من العيوب الثلاثة اللي هو الغلط والتدليس والإكراه. إذن أستاذ حالة البطلان النسبي هي أربع حالات: نقص الأهلية، الغلط، التدليس، الإكراه. حالات البطلان المطلق: انعدام الرضا، عدم مشروعية المحل والسبب، انعدام الأهلية، انتفاء نية الاشتراك، عدم تقديم الحصص، عدم تعدد الشركاء. يبقى احنا عندنا ست حالات للبطلان المطلق واربعة للبطلان النسبي، وعرفنا البطلان المطلق بيرتب ايه. نشوف بقى البطلان النسبي هيعمل ايه. وتعتبر الشركة باطلة بالنسبة لهذا الشريك، خلي بالك بقى عشان كده انا بقول لك ايه، ان البطلان النسبي ده لمصلحة ناس معينين هم اللي يطلبوا. من وقع في الغلط ومن وقع عليه التدليس هو اللي يطلب، ومن وقع عليه الاكراه، ومن نقصت اهليته. يبقى الاربعة دول هذا النوع من البطلان شرع لمصلحتهم هم اللي يتمسكوا به. طيب يا استاذ وبعدين؟ وتصححه الإجازة اللاحقة، يعني اللي وقع في الغلط أو قال والله أنا هكمل رغم إن أنا غلطت في شخص الشريك أو في نوع الشركة مثلا، أو إن أنا وقع عليا تدليس بس هكمل الشركة، أو أنا هتغاضى عن الإكراه اللي حصل لي، هنا الشركة بتستقيم وتستمر طالما هو لم يطلب البطلان. يبقى البطلان النسبي لا يجوز التمسك به إلا لمن نقصت أهليته، وقع في الغلط، وقع عليه تدليس، وقع عليه إكراه. عشان كده بنقول لمن شرع لمصلحته. ركز لأن ده هيجيلي في الاختبار وهقول لك هيجيلك ازاي دلوقتي. ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة ناس هم اللي يطلبوه. وتصححه الإجازة اللاحقة. وتعتبر الشركة باطلة بالنسبة للشريك وحده اللي هو ايه؟ اللي وقع عليه الغلط او التدليس او دون باقي الشركاء الذين لم يقع عليهم لا غلط ولا تدليس ولا اكراه ولا ان اهليتهم كانت ناقصه. ويترتب على ذلك ان هو يسترد هذا الشخص حصته ولا يتحمل شيء من الارباح من الخسائر ولا الارباح ولا يحصل عليها. وتخلف احد الاركان الشكليه، خلي بالنا بقى ايه هي الاركان الشكليه، فاكرينها اللي هي الكتابه والشهر، لا يترتب على تخلف الاركان الشكليه اي نوع من البطلان، لا مطلق ولا نسبي، بس فكرته اصلا بيؤثر على عدم جواز الاحتجاج على الغير بعدم الكتابة والشهر. يبقى انا دلوقتي اخرج من الجزئية دي بان عندي نوعين من البطلان، البطلان المطلق والبطلان النسبي. البطلان المطلق له ست حالات، التلت او مجموعة الاركان العامة كلها
تعمل بطلان مطلق غيابها او تخلف، والثلاثه في الاركان الموضوعيه الخاصه نيه الاشتراك والتعدد وتقديم الحصص عدمهم يعمل مطلق. انما بقى ارجع تاني للبطلان النسبي، لا هروح بقى الركن الاولاني في الاركان الموضوعيه العامه الرضا. الرضا لما بينعدم بيعمل مطلق، انما لو جه فيه عيب من الثلاثه بيعمل نسبي. والركن الاخير في الاركان الموضوعيه العامه اللي هي الاهليه، انعدامها يعمل مطلق ونقصها يعمل نسبي. هنشوف الرسوم اللي جايه او في العروض اللي جايه هذا الكلام. فإذا كانت الشركة من شركات الأشخاص يترتب على بطلان الشركة لأحد الشركاء خروجه منها انهيار الشركة بالنسبة لجميع الشركاء نظرا للاعتبار الشخص الذي تقوم عليه الشركة. وكذلك الحال بالنسبة للشريك المتضامن في أي شركة. عرفنا أن الشريك المتضامن في شركاء في شركات التضامن، وفي شركاء متضامنون فين؟ ها؟ في ذات المسؤولية المحدودة، وفي الشركات الشركاء المتضامنون موجودين في شركات التضامن، وموجودين في شركات التوصية البسيطة، وموجودين في شركات التوصية بالأسهم. والبطلان هنا بالنسبة للشريك المتضامن في أي شركة، والبطلان في مثل هذه الحالات يقتصر على المستقبل ولا يرتد للماضي، وتعتبر الشركة قائمة فعليا في الفترة الواقعة بين إنشاء الشركة والحكم ببطلانها مع مراعاة الشريك المساهم وغياب الاعتبار الشخصي. يبقى احنا بنقول الكلام ده كله فين؟ في شركات الأشخاص. إنما في شركات المساهمة لو أنت بتشتري واحد عديم الأهلية سهم ما يأثر على الشركة. نخلي بالنا الكلام ده كله في الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي. شوف كده الرسمة دي هتسهل لنا الدنيا خالص. حبيت اجمعها برضو علشان اسهل على ابنائنا الطلاب كيفية التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي. ادي البطلان المطلق اللي باللون الاحمر. قلنا ايه؟ الاركان الموضوعية العامة اهي اللي بالاحمر ده الانعدام وعدم المشروعية وانعدام الاهلية بيعمل بطلان مطلق. والتلاتة دول بيعملوا مطلق. والازرق اللي هو التدليس والغلط والاكراه ونقص الاهليه بيعمل نسبي، واللي بالاسود لا بيعمل لا مطلق ولا نسبي. نخلي بالنا من الشريحه دي كويس جدا، لان ده هيجيلنا منها اختيارات في الاختبار. فاحنا طبعا من خلال اللوحه اللي قدامنا هنتصور نقول من حالات البطلان النسبي. تاني بنأكد على نفس المعنى، هنجيب حاله من ديت وحالة من ديت وحالة من دي، هيبقى قدامنا الاختيارات. ونخلي بالنا من ذلك لان احنا اكيد هيجي لنا اسئلة من هذا النوع. خلاص احنا عرفنا ان الشركة لما يترتب عليها بطلان مطلق وبطلان نسبي نتيجة الحالات اللي احنا شفناها اللي هم الستة بتاع البطلان المطلق والاربعة بتوع البطلان النسبي، فبنقول هيتخلف بعد كده حاجة مؤقتة اسمها الشركة الفعلية كأثر مترتب على البطلان. نشوف بقى مع بعض ايه حكاية الشركة الفعلية وحالتها، دي من النقاط المهمة اللي نركز عليها. فهنخلي بالنا نفس اللوحة ايضا بنفس الالوان وبنفس التقسيم مع اضافة الشريط اللي هو اسفل القائمة اللي قدامنا ده. ايه بقى حالات البطلان المطلق والبطلان النسبي؟ عرفناها. والاضافة ديت خلي بالنا حالة الشركة لما بيحصل لها بطلان مطلق بتنعدم في الماضي وفي الحاضر ولا يمكن تصور وجود الشركة الفعلية. يبقى احنا نقول اذا ترتب هذا النوع من البطلان المطلق اللي باللون الاحمر ومسبباته اللي باللون الاحمر والانعدام الاهلية اللي باللون الاحمر والتلات اركان في قائمة الاركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، يبقى اذا البطلان المطلق بمسبباته الستة لا يمكن معاه تصور وجود الشركة الفعلية. ايه بقى حكاية الشركة الفعلية وحالات وجودها؟ احنا بنقول دلوقتي لو ان احنا بنأسس شركة والشركة حصل فيها بطلان من النوع المطلق، بتنقضي الشركة تماما ولا نعترف بالآثار اللي في الماضي والشركة انتهت بالنسبة للمستقبل لان فيها بطلان. اما في بعض الحالات بنشبه الحالة ديت اللي هي بتتحقق أثناء البطلان النسبي الحالات بتاعته باللي احنا عارفينها، زائد أو مضافا إليها حالات مخالفة شرط العدد في بعض الشركات
ومقدار رأس المال لما نيجي نأسس الشركة. في حالة مخالفة الشروط ديت بتاع العدد ورأس المال زائد الثلاث حالات دول زائد الحالة دي، بيتولد عنها البطلان، أثر البطلان النسبي اللي بيأسس لوجود الشركة الفعلية. وما زال الثلاث أركان دول، الركن بتاع اقتسام الأرباح والخسائر في قائمة الأركان الخاصة، إضافة إلى الركنين الشكليين دول، دول لا يؤثروا على الشركة بأي حال من الأحوال. شوف كده مع بعض الكلام ده معناه إيه، هي إيه نظرية الشركة الفعلية. الأصل إن الشركة وما تتمتع به من شخصية معنوية بتبقى مستقلة عن الشركاء، لا تنشأ كأصل عام إلا بعد توافر الأركان اللي احنا عرفناها. وإن البطلان كقاعدة عامة أيضا بتقضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. بس نخلي بالنا، عايزين بقى نفرق بين حالتين. يبقى كقاعدة عامة البطلان المطلق والنسبي كقاعدة عامة بينهي الشركة في الماضي وفي الحاضر، إلا إن الشركات لها وضع خاص. هنفرق هنا بين حالتين. الحالة الأولى إذا كنا احنا أسسنا الشركة ولم تباشر نشاطها، وكنا نفاكر واحنا بنشرح قلنا ايه، زي المتزوجة، المتزوجة التي لم يتم الدخول بها وبالتالي لم تتغير حالتها ولم يكن فيه اطفال ولم يكن فيه هناك مراكز قانونية، بالتالي لما بينتهي عقد الزواج باي سبب ببطلان او بغيره احنا ملناش اثر في الماضي عشان نتصور وجود شركة فعلية لتصفية هذه الاوضاع. انما اذا كانت الشركة قد باشرت أعمالها فإن تطبيق القواعد العامة عليها هيبقى فيه مشكلة، لأننا هنكر أشياء قد تحققت في الماضي وآثارا قانونية أو آثارا ومراكز قانونية قد استقرت، لأن ده هيخالف المنطق في السليم. عشان كده بنقول إيه، استقر الرأي على أنه متى حكم بالبطلان فإنه البطلان ده بيبقى بالنسبة للمستقبل، خلاص مفيش جواز. أما الماضي سأظل أعترف به بشكل مؤقت وأتصور وجود شركة فعلية لغاية تصفية أوضاع الماضي. الفكرة اللي احنا بنقولها دي هي التي مهدت لظهور نظرية الشركة الفعلية. وبيدعم نظرية الشركة الفعلية ايه؟ ان الشركة اشتغلت فيها بطلان ما فيهاش انا من الاغيار، وفي اوضاع ظاهرة استقرت فلازم ما ننكرهاش، وليس من العدل ان انا من الاغيار اتفاجأ ببطلان الشركة اللي هي اللي اتحلت بسبب البطلان لسبب كان خافي عني لا اعلم. عشان كده بنقول ان المفروض ان نتصور وجود شركة فعلية، ولكن في اي حالة. يلا كده نشوف مع بعض عشان نفهم الفكرة بشكل على ضوء ما قد يرد في هذا الجزء من الاسئلة. بنقول ايه، لو ان الشركة بتاع مخدرات وهيحكم ببطلان القاضي وهتنتهي بالنسبة للمستقبل، أظل أعترف بتجارة المخدرات في الماضي وأقول أنا كان عليها فلوس لشركة المخدرات أو عليها ليا فلوس أو عليا لها ديون أو لها ديون عندي؟ لا، يبقى في حالة البطلان المطلق اللي هي بتاع المخدرات لبطلان أو عدم مشروعية المحل والسبب في الأركان الموضوعية العامة، لا نعترف لا بالآثار في الماضي ولا بالشركة في المستقبل، انتهت. طيب، إنما في حالات كده تلتقي البطلان فيها يعني مش بذات الواقع او الجسامة، ولذلك انا عملت لك الشركة الفعلية باللون الازرق اللي هي بتمشي مع البطلان النسبي اللي باللون الازرق اللي مع مسبباته باللون الازرق اللي مع الحالتين اللي هم تحت الشريحة دول باللون الازرق. يبقى انا اقدر اتصور وجود الشركة الفعلية في حالة البطلان النسبي بمسبباته بالاربعة بحالة مخالفة شرط العدد او مقدار رأس المال اللي انا درسته وراجعته في انواع الشركات. نشوف بقى كده الشركة الفعلية ونطاق. فبنقول يتحدد نطاق الشركة الفعلية بطبيعة البطلان. فاذا كان البطلان المطلق اللي هو باللون الاحمر بتنهار الشركة في الماضي وفي المستقبل، وما اقدرش انا اتخيل ان انا ممكن اتخيل ان الشركة اعتبرها قائمة فعليا ووجود الشركة الفعلية في الماضي زي أنا ما قلت في حالة المخدرات، ولا يكون هناك مجال لتطبيق فكرة الشركة الفعلية. أما إذا كان البطلان نسبيا تنهار الشركة في المستقبل دون الماضي، يبقى دون الماضي هتصور إن في شركة فعلية لغاية ما صف الأوضاع القائمة،
وطبعا فكرة أو نظرية الشركة الفعلية المشرع السعودي اعترف بيها شأنه شأن كل التشريعات، وقال إن بيعبر عنها بفكرة الشركة الواقعية لما كان بيجي يتكلم عن الشركات المحصة، وبيقول يشترط بداهة أن تكون الشركة قد بشرت أعمالها بالفعل قبل الحكم ببطلان. أما إذا كان الحكم بالبطلان قبل المباشرة زي احنا ما قلنا، فبالتالي لا يمكن تصور فكرة الشركة أو هذا الكيان في الواقع. اللي يهمني قوي دلوقتي عايز أركز عليه في مراجعتي معاك أو أنت وأنت بتراجع، حالات وجود الشركة الفعلية. يبقى أنا حالة وجود الشركة الفعلية اللي باللون الأزرق مرتبط بالبطلان النسبي اللي باللون الأزرق بمسبباته باللون الأزرق بمخالفة شرط العدد اللي بينص عليه القانون في بعض الشركات ومقدار رأس المال الذي ينص عليه القانون في شركات في بعض الشركات. نشوف كده مع بعض ايه حالات وجود الشركة الفعلية. تعتبر الشركة فعلية في طبعا هي بشرة نشاط في الفترة ما بين نشوء سبب البطلان، بطلان نشأ من سنة سنتين ثلاثة وحكم ببطلانها اليوم، يبقى في الفترة دي بين سبب أو نشوء سبب البطلان والحكم به في الحالات ثلاثة. الحالة الأولى في حالة نقص الأهلية، خلاص عرفتها. طيب هيبقى حدود الشركة الفعلية عامل إزاي؟ فبيقول لك يكون بطلان الشركة بسبب نقص الأهلية أحد الشركاء متى كانت من شركات الأشخاص. طبعا لأن من شركات الأموال ما تنقص أهلية حامل السهم أو الوالد اللي معاه السهم، إيه المشكلة؟ ما في مشكلة. فعشان كده بنقول بطلان الشركة الفعلية بسبب نقص أهلية أحد الشركاء متى كانت من شركات الأشخاص، وذلك بالنسبة لبقية الشركاء. يعني الشركة حتى أنها قائمة في حال ما يكون أحد الشركاء في شركات الأشخاص عنده نقص في الأهلية لغاية ما نصف الأوضاع بالنسبة لبقية الشركاء، أما بالنسبة له هو فتعتبر الشركة كأن لم تكن ولا وجود ولا أثر رجعي بالنسبة له أو ما يسمى بالشركة الفعلية. يبقى أنا دلوقتي عايز أبلور النقطة دي لما يجي الأستاذ يسألني فيها، في حالة بطلان الشركة بسبب نقص أهلية أحد الشركاء في شركات الأشخاص، هنا تنتهي الشركة بالنسبة للماضي والمستقبل لمن أو للشريك الذي نقصت أهليته. أما بالنسبة لبقية الشركاء يمكن تصور وجود الشركة الفعلية لتصفية الأوضاع القائمة صح اللي كانت في الماضي. كذلك الحالة الثانية حالة بطلان الشركة بسبب عيب من عيوب الرضا اللي هم الثلاثة، الغلط والتدليس والإكراه. هتصور وجود الشركة الفعلية إذا كانت من شركات الأشخاص بالنسبة لبقية الشركاء، أما من عيبت إرادته وقع عليه تدليس إكراه غلط، ده بيعتبر نفس الكلام بالنسبة للشريك ناقص الأهلية، مش هيبقى له شركة فعلية. المهم هي في الحالتين دول بتعتبر بالنسبة لبقية الشركاء شركة فعلية، أما من نقصت أهليته ووقع في الغلط أو التدليس أو الإكراه الشركة بالنسبة له ما فيش حاجة اسمها شركة فعلية، إنما هي بالنسبة لبقية الشركاء لكي نصفي الأوضاع التي قامت بين نشوء سبب البطلان وبين الحكم به. الحالة الثالثة بطلان الشركة بسبب عدم توافر الشروط الخاصة بعدد الشركاء ومقدار رأس المال، الكلام اللي احنا قلناه. وبالتالي لا مجال لفكرة الشركة الفعلية في حال التخلف الاركان الشكلية زي الكتابة والشهر طبعا، لان هما ما بيعملوش بطلان. اولا تبقى انت عارف بقى كده بلور الجزئية دي، البطلان مرتبط بالاركان والشركة الفعلية مرتبطة بنوع معين من البطلان اللي هو البطلان النسبي. طب الكتابة والشهر اللي هما كان لونهم اسود في الشريحة بيعملوا بطلان؟ ما بيعملوش، يبقى بالتالي ما فيش شركة فعلية لان الشركة الام موجودة، لان هما ما بيبطلوش الشركة عشان انا اتصور قيام شركة فعلية كوارثة له. كلام واضح وكلام سهل ونخلي بالنا منه، ودايما نستمع الى محاضرة المراجعة دي لأكثر من مرة قبل الاختبار. وعشان كده بنأكد على ذات المعنى بنقول لا محل للاعتراف بوجود الشركة الفعلية. امتى؟ في حالة البطلان بسبب ايه؟ انعدام الرضا، عدم توافر الاركان الخاصة على ركن الارباح والخسائر زي ما قلنا، وبطلان الشركة بسبب عدم مشروعية او عدم امكانية المحل والسبب اللي هي حالات البطلان المطلق.
خلاص تصورنا واقتنعنا بفكرة وجود الشركة الفعلية، ايه الاثار المترتبة عليه؟ اثبتها بكل طرق الاثبات، لان هم ممكن يتحلل يقول لك لا الشركة الاصلية انتهت، لا هقول له لا، ده دي حالة من حالات البطلان النسبي وانا لي التزام عندكم او طرفكم، لا هنا الشركة الفعلية تعتبر قائمة واثبتها بكافة طرق الاثبات اللي انا عرفتها من حيث السهولة واليسر في القانون التجاري، تظل تتمتع بالشخصية المعنوية وتنتج اثارها فيما بين الشركاء والغير، وبتتحمل الضرائب او تعفى منها زي الشركة الاصلية، اللي هي دايما نقول ان الشركة الفعلية هي الوريثة الشرعية للشركة الاصلية وبتخضع لذات. في بقى اجراء حتمي بتتعرض له الشركة الفعلية، وهو انها تخضع لاجراءات التصفية، لان انا بمجرد ان انا الشركة الاصلية انتهت بالبطلان النسبي ومخالفة شرط العدد ومقدار رأس المال، وبالتالي انا بتصور الشركة الفعلية لغاية ما صفر، وبالتالي يتحتم دخول الشركة الفعلية في مرحلة التصفية. طيب إذا توقفت عن سداد ديونها التجارية يجوز شهر إفلاسها عادي خالص. بعد كده هيبقى عندنا الآثار أو الشخصية المعنوية للشركة والآثار المترتبة عليها، سنتناولها في محاضرة مراجعة قادمة إن شاء الله، وبركز وبأكد مع أبناء الطلاب استمع إلى محاضرة المراجعة لأكثر من مرة، وخلي بالك من صور أو التقسيمات بتاعة الأشياء اللي أنا بعملها لك في الشرايح وفي الجزء اللي مضى بتاع الشركة الفعلية، اعرف كويس جدا وركز كويس جدا في الجزئية الخاصة بحالات تصور وجود الشركة الفعلية. وأخيرا أحييكم وأشكركم، وإلى محاضرة المراجعة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.